مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان في سهرة رمضانية خاصة جدا، ليلة القمة، قمة الأهلي والزمالك غدا بإذن الله تعالى. ولسه مستمر معانا كريم سعيد المحلل الفني موقع يلا كورة والمحلل الفني لقناة النادي الأهلي. يا كريم، نعم. قبل الفاصل كنا بنتكلم على ريادة الأهلي والإصابات. بالظبط. فكمل. فأنا كنت بقول إن موضوع اللعيبة المحترفين يعني طور وعلم مستوى اللعيبة، وبعديها لو تفتكروا كنا دايما احنا الجهاز الفني لكره القدم في مصر كان عباره عن مدير فني ومعاه مدير كوره ومدرب ومدرب حراس مرمى وخلاص، ومدرب احمد كده يعني هو تدليك. ما كانش عندنا الجهاز الفني بالشكل تخصص دلوقتي. المتخصص دلوقتي جه اعتقد يعني يحسب برضو مثلا مانو جوزيه لما قالك لا انا عايز اجيب محلل اداء وعايز اجيب طبيب نفسي. مدرب احمال وطبيب نفسي. بدا الموضوع يوسع كل ما انت بتوسع، حتى وصلنا النهارده مدرب حراس المرمى اللي احنا متعودين عليه ان هو يكون مصري. بدانا النهارده لما شفنا التطور الشديد اللي حصل لمحمد الشناوي في النادي الاهلي، برضو امانه حصل ليه جنش في نادي الزمالك مع المدرب اللي كان مع جوزفالدو فريرا، فبدأنا نقول لا ده مدرب حراس المرمى الاجنبي ممكن يضيف. فهنا انا بشوف وجهه نظري بقى في الحته الطبيه، ان انت اوكي دايما متعود ان احنا عندنا دكتور او رئيس جهاز طبي مع دكتور، لا ممكن يوسع. احنا لما بنشوف الجهاز الطبي اللي مثلا لمان سيتي يا امير والجهاز الطبي البايرن يا محمد بتلاقي اعداد كبيره جدا، يخش اي حد يخش على ويكيبيديا شركه ويجيب الميديكال ستاف بتاع بايرن ميونخ او بتاع مان سيتي هتلاقي ما يقل عن 12 واحد. 12 واحد بس أكتر في الجهاز الطبي، فاهم قصدي؟ وايه بقى فول تايمرز، يعني خلي بالك فول تايمرز يعني ايه؟ الناس دي ديديكيتد، الناس دي متعاقده مع النادي ده، ما عندهمش مثلا عياده وبييجوا يشتغلوا بارت تايم، لا دي الناس دي مختصه بالفريق وممكن كمان يختصوا بقطاع الكره في النادي باكمله. فانا بشوف دايما اتمنى يعني النادي الاهلي في الحته دي باذن الله، واكيد هنروح لها النادي الاهلي دايما رائد في الحته، باذن الله هنلاقي ان الجهاز الطبي هتطور. وطبعا حتى كان في خبر جميل جدا موجود امبارح، النادي الاهلي قام بشراء معدات طبيه واجهزه استشفاء عشان الاصابات العضليه. معظم الاصابات طبعا العضليه بتيجي بسبب الاستشفاء، الاستشفاء واحد من اهم الامور للرياضيين، ان انت بعد ما تبذل مجهود قوي جدا، ولعبه كره القدم من الالعاب العنيفه اللي انت بتدوس فيها على عضلاتك، فبتحتاج استشفاء عشان تقدر تحمي عضلاتك من الاصابات.